سؤال من أنا ويديني يا شيخ أدونك عاك الغطي مرحبا أنا إن رجوا يبقى سؤال شيء وحيد هاي يعني جزاكم الله الخير جزاء الشيخ محمد الشمل إن أخيك قاعد في كندا أو ويل صومالية ومرك هرنين أها مرك إذا ما الأسلوب بدلي لو بدلي فها إن ما دتي أن طلب له ما لو مرة بدلي مرك ويل كاس مساجد ويل إن كندا يا لو تكذي إن مرك مرك قفك ومن ثنا قف الإسلام كهذه هذا قفك مرك وتم تبني هنا سقوا حلول ولا قاضم فما دم مرك مرك هني هنا حس معها حقني ما لو ولا أو من رد عيني مرك قفكاس إن حبك سنة عشية صومالية دو عطحي عنده من صومالية وعسن من غنك على قف قفكاس إن بدل على قفكاس إسلامي بدينسو ما إسلام بعد مسيرة غير الإسلام الحمد لله مسألة غدين كاني أدنى أنت بعد كقف أنت بعد كهذا الشيء صغر النول نواك تاعن في السواش مساج كم قيمة الرجل وقليا مس قيمة الدمار وقليا من ذلك الرجل حرام يا مس كدمار كحرام يا مسألة إذا كان نازل واحد تمد وهي اجتهادات بالعلوم اللي أنت نقول هي ليهن أنا يوم تكلم راجع سنة عن كل هذا مرك شرع جانا واحد شراء وحن رجلنا هين دمرنا هين واللي مبليه أصل كيسيوانين صورة دي سي هرمونات كيسا هادا موقال كنا وادومر تنسيق الثالث كائن لغو داري خنثها عنيق الراجح لا لبيبك يدو الله بضب الله عمل سينا يو لبيبك هو جنس سردحات ونرقنا هاي دمرنا هاي أحكام قالوا ليه طبعا قونا تشيرا ونادر وايري هاي لكن لبيبك هو تشيرا لكن كي ينشغلنا نعدوين بان نقصوا مرين مناسبة كلاك الشيكي نكا حكم كيسو سيدي احكامتي خنثها يا لبيب كالولا رقم لها يا لولا رقم يا مسلم ما يعي بسا قال قصدا نكا نركش يا كيسان وانتان مقلي وهو وحن سميه سوا قال كدبوا اسلام اسلام ماذا يا صحيسا اسلام ماذا يا صحيسا مسلم نوان نقون كرا ويدي سوا واسكاد لغي اسبدلي هدو صو اسلام يوم مكلف يا شروط وتكليف كينا اللي هلو دي إسلامي ما يسوى يا صحي أحكامتي فقه أنا قيمت اللبيب كهلا الراعي سلام ما يرد نوان لهي أما اجتهادات كفتاوة العلماء فتاوة الشيء غيسة أحكام الخنثى هي اللبيب كهلا الراعية أنا جي لده ومرنا أصل كيسي اللي أقو مرنا حالده هذا كسوية هو موقال كيسة ودقاب كي هرمونات كي دمر كي راسيه ويا شيء دي رجل المسي لحدين كرو دمر طبعا ما هو دمر كالمسي لحدين كرو قيمة الصدحات قي حرض الصدحات له اللي بيبقى هلا بقدر عنده هلا هلا وقي هاي تعيده وبالله التوفيق يا ها إسلام ليه سل الشيء هو إسلامي بن بودي قصده نهيد طيب هديه أصل كيس إسلامها إسبدل كاسي وذنوب يا كبائر واي هديه وحيابه كبائر تذنوب تا قال لماذا كده جيه وكو كو كو درانا سوى عذر دار لهينا دي حكم كي قارض وقانا إياه لكن وحاب بدن قفكو إنه جهل وزائد يهي غالب يهي بعد بدن أما وسن وغير بس اللي حاران تهاي أما حل لحالة ومري أما كو سمية بصوى إسلامي قبور المسلمين تنا على قدر هدو أشهادة ليه هدو مساجد دي ما دي سوى نورنا رقية دمر كمني يسن لقرينا قيب سد حاجة اللي بيبلي لها هل لقريو سيدي اللبيب احكامتي لو لم نقم لها فقه الشريعه الاسلاميه انا هل لو لم نقم لها اساسا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم شهد على ان تصور قتولي